عامل اكثر من فحص نحن بالبلديات، بيجي الفحص كفحص كانه بيبعثوا لي عن طبيب، فما بنقدر نفهمه. بترجع بتتصل يا عم شو بتقصدوا بهذا الفحوصات، ببين انه في مشاكل كبيره. بالتالي نحن بنوعدكم هلا رح نكون بخدمتكم كل هذه الفرصه اللي الله حيتيح لنا اياها نكون معكم. نحن بدنا نبلش نحكي عن مشكله المي بشكل عام، بس بدنا نبلش من المدرسه من الولد. اذا بدنا نحكي بترشيد استهلاك المي، بعتقد المكان الصح هو الطفل، هو الولد بالمدرسة بده يتعلم، وهو اللي بيشكل العدوى الإيجابية بالمجتمع. يعني أنا لما بعلم الولد هلأ كيف يستعمل المي، كيف يغسل إيديه، بين هلالين رحنا على المدارس وما لقينا في صابون. يعني الولد يتعاطى بكل مشاكل المدرسة اليومية وما بيغسل إيديه بمي وصابون. فبدنا نربي أولادنا لنوصل بيوم من الأيام أنه والله نحن قدرنا، قدمنا فكرة سليمة يستطيع من خلال الولد يشكل عدوى إيجابية بمجتمع، ونعلمه ترشيد استعمال المي بشكل سليم. وانتم مثل ما عارفين ومثل ما عم تسمعوا هلأ بالتلفزيونات ووسائل الإعلام، المي بلبنان في انهيار بوضع، في ندرة بالمصادر، في سوء استخدام، في إجرام وجشع عم بيتم التعاطي مع مصادر المياه ومع مجاري المياه. لذلك انه نحن نبلش، بدنا نبلش من المدرسة من عندكم. انتو بتشكلوا الراف على الفكرة، وانتو بتشكلوا الفرصة الحقيقية لنقدر نعمل تعديل بهذا المجتمع. نحن لنا فترة طويلة تركين الاهتمام بالإنسان بشكل أساسي وبمصالحه الحقيقية، وملتهيين ببعض الشغلات اللي ممكن الاستغناء عنها وتأجيلها. أنا معكم أنا وروتري هلأ لنكون بخدمتكم في ورشة حتستفيد منها الكل، وبعد منها رح نعمل لقاء تفاهم نحن وجماعة روتري، كمان نادي روتري صيدا، بدنا نمضي تفاهم لنعالج كل مشاكل المي. ومثل ما عم تعرفوا هلأ عم يتركب فلاتر بالمدارس لنحمي طلاب من بعض المشاكل الموجودة بالمي. المرحلة المقبلة رح نشوف نوع البكتيريا الموجودة بالمي ونركب شيء له علاقة بنفس هالبكتيريا. فإن شاء الله نحن وياكم واهتمامكم واضح رح نوصل لمحل نقدر نأمن السلامة لكل الطلاب. أهلا وسهلا فيكم، بتشكركم، يعطيكم ألف عافية. أنا جاد جرجس من روتاري. بس لحتى أول شيء نتشكر الرئيس واتحاد البلديات، وكمان نشكركم لوجودكم بهالورشة العمل اللي حنقومها نحن وياكم. مثل ما بتعرفوا نحن كروتري عم نشتغل على صعيد المي بكل لبنان. أنا كجاد مسؤوليتي بكل لبنان مع كل المدارس الرسمية بلبنان. فبالتالي بس تكملي على اللي حكيه الرئيس، نحن كروتري بمنطقة المنطقة الموجود تحت نطاق الاتحاد البلديات إقليم التفاحية 14 مدرسة. نحن كروتري بالتعاون مع الاتحاد نحن نشتغل على يكون في بكل مدرسة سيستم فلتر متكامل بيتعلق بالترسبات وبالبكتيريا. المدارس اللي تنفذت بنكمل معها بالتعاون مع الاتفاقية اللي حتكون اليوم كمان مع الاتحاد منكمل معهم، والمدارس اللي مجهزة من غير مؤسسات منشوف قدية مطابقة للمواصفات، وهلأ حنحكيها بالندوة. إذا بدها تعديل منعدلها، وإذا ما بدها تعديل ساعتها كمان منكمل من ضمن استمرارية هالمشاريع، والمدارس اللي ما معمولة حنعملها. بس هذا بكل اختصار، والله راد هلأ بورشة العمل حنحكي عن كل التفاصيل بتتعلق بالمي، بالصرف الصحي، بما يتعلق بالنظافة. شكرا لكم. آخر فترة كنت عم تسمعوا بشيء اسمه ووش. ووش هو مختصر لثلاث أشياء، هي هيدي الكلمة باللغة الإنجليزية اللي هي بتعني الووش، أول حرفين هن الووتر اللي هن تأمين مياه شرب صالحة تكون نظيفة. تاني شيء هو استخدام المراحيض مع منشآت صحية جيدة. تالت شيء هو تعزيز مستوى النظافة بقلب المدارس. مثل ما ملاحظين
مثل ما ملاحظين هيدا التطبيقات رح تكون بقلب المدارس، هي بتطبق بكل حياتنا اليومية، بس نحن هدف هيدا البرنامج هو نطبقه بقلب المدارس. ليه شفتوا هيدا الإشارة البلوس اللي هي بتعني انه من دون مثلا نحن ما فينا نتخلى عن ولا اي وحدة. مثلا في حال نحن امننا بمدارسنا مي كتير نظيفة عم نقدر نشرب الطلاب مي كتير نظيفة، بس في عنا المراحيض والمغاسل ما في عليهم ابدا لا صابون ولا في عليهم منشآت تكون بطريقة جيدة، فمنكون نحن عملنا شيء. فما إلا معنى اذا نحن ما طبقنا الثلاثة سوا مع بعضهم. Next please. هدف هيدا البرنامج نحن دعيناكم إدارة المرشدة الصحية حدا من لجان الأهل مع الطلاب، كل هود الأشخاص الأربع عناصر هن المهمين لحتى نقدر نطبق هيدا البرنامج ويكونوا هن المشاركين في لهيدا البرنامج. لازم نحن نتعرف بخلال هيدا النهار على أهمية تطبيق هود الثلاث ممارسات الصحية اللي شفناهم اللي قطعوا معنا واللي كتير رح نحن عم نضل نحكي فيهم خلال هيدا النشاط. تاني شيء نحن رح نحلل وضع كل مدرسة، يعني أنتم من وراء خلال هيدا بآخر هيدا النهار رح يصير عندكم معلومات تقدروا تحللوا وضعكم بمدرستكم إذا هي عم بتطابق المعايير ولا لا. تالت شيء رح يكون كمان رح ناخد الحواجز الأساسية اللي بتقدر توقف من انتقال الأمراض اللي هي معترف فيها الاف دياجرام وهلأ بتمرق معنا بخلال ال. وتالي آخر شيء اللي نحنا كيف نقدر ندمج هيدا البرنامج بقلب مدرستنا وتكون عن جد مدرسة صديقة للمياه والصرف الصحي والنظافة. جدول البرنامج معكم هي تقريبا طلعنا على نفس هود اللي قلت لكم عنه اللي هن هدف البرنامج، رح نمرق عليهم بطريقه سريعه. دمج هيدي المبادره بالصفوف اللي هي رح نعطيكم مثلا كيف لازم انتم تطبقوها كمرشده صحيه تقدر تطبقها بقلب الصف، يعني كل الماتيريال كل اللي نحن عم نعطيكم اياهم عم نسهلكم كل الطريق لحتى تقدروا تطبقون بقلب المدرسه. لنبلش بشو أهمية شرب الماء تكون نظيفة، استخدام المراحيض وغسل الإيدين. مبدأ هذا البرنامج نحن أنه نقدر ندعم توفير مياه نظيفة صالحة للشرب، مش مهم أن نحن تكون في عنا ماء تكون صالحة للشرب، وهي عبر أن نحن نعمل ووتر تيست اللي هو لحتى نضلنا نتأكد أنه هذا الماء نظيفة. تاني شيء المنشآت الصحية الجيدة اللي هي عبر المغاسل والمراحيض لحتى يكونوا ويكون في صابون على طول والكلينكس موجودين بقلب الحمامات، وتعزيز المستوى الصحي اللي هو التوعية اللي بدها تصير مع الطلاب خلال الدورات. كرمال هيك نحن لا أخذنا المدرسة ليه عم نطبق هذا البرنامج بقلب المدرسة، لأنه أول شيء هن الأطفال أكثر أشخاص عرضة لأنه ينتقلوا تنتقل لهم الأمراض، لأنه أكثر شيء هن مناعتهم بتكون كتير واطية. كرمال هيك أكثر أشخاص الأطفال هن المعرضين. تاني شيء الأطفال لازم نحن نمكنهم لحتى يكونوا نشاركهم بهذا الشيء، لأنه هن عناصر تغيير بقلب مجتمعاتهم. كيف نحن منربي أولادنا تطلع معهم مثل سلوك لألون بيربى معهم على طول. مثل ما قلنا هن أكثر شيء الأطفال عرضة للوفاة والإصابة بالأمراض المتعلقة بالماء. في كتير أمراض حدا بيحب يقلنا عنهم شو هن الأمراض اللي إلها دغري علاقة بأنه الماء ما تكون نظيفة. ممكن الأطوال أولاد حدا بيحب يعطي الكوليرا الأسهال صح صار الأطفال منا أمراض طلعت بس منا إلى علاقة دغري بالماء منا تكون نظيفة. غير صح نقالت غير في حدا بعد عنده شيء يزيده؟ الحمى هي مثل عارض، يعني عارض لا مرض، يعني هو ببين مثل عوارض للمرض هي والإسهال. نكس كمان
من الأمراض اللي هي لها دغري علاقة أنه الماء ما تكون نظيفة، أول شيء هو الإسهال. الإسهال هو عارض، أول عارض يبين علينا عند الأولاد لحتى يدلنا أنه الماء ما نظيف، عم يشرب ماء ما نظيفة. الإسهال كل 15 ثانية عم بيتوفى ولد بالعالم من وراء الإسهال، من وراء كمان له علاقة بالماء ما نظيفة. الإسهال مسؤول عن 25-40% من وفيات الأطفال. تاني مرض هو الجهاز التنفسي الحاد والإباتيت أ، اللي هودي كلهم دغري لهم علاقة بالماء ما تكون نظيفة. إصابات العين، إصابة بالديدان، الكوليرا والملاريا. الكوليرا والملاريا الحمد لله أنه نحن بلبنان ما في عنا كوليرا، وهذا الشيء مش بالصدفة أنه نحن بلبنان ما في عنا الكوليرا. آخر فترة كتير انشغل وبعدنا لهلأ عم ضل التوعية كرمال غسيل الإيدين. غسيل الإيدين هو أكتر شيء بنقدر نعمله للأطفال للكل لحتى نقدر نحد أنه نحن نلقط من الأمراض. يعني ليكو شيء ولا أبسط من هيك، لا بدنا ماديات ولا بدنا شيء، نحن الأساس أنه نحن نغسل إيدينا. بس نغسل إيدينا وبالطريقة الصحيحة وبالأوقات المضبوطة هي اللي بتقدر تحمينا 90% من كل هودي الأمراض. فنحن إذا عملنا كل هودي التطبيقات، غسلنا إيدينا بالطريقة المضبوطة، كان عنا مغاسل المراحيض بطريقة بصحة كتير منيحة، ونحن تكون عنا الماء كتير نظيفة وعطول في مراقبة عليها، نحن منساهم أنه نحد من هودي المخاطر لألنا وللولاد. عملوا دراسة على بقلب المدارس على المرحلة الابتدائية للولاد بالمرحلة الابتدائية كرمال يشوفوا السبب لحتى يتغيبوا عن المدرسة. عملوا مثل دراسة، أخذوا ناس عم تغسل إيديها بالطريقة المضبوطة وولاد ما عم تغسل إيديها بالطريقة المضبوطة، لقوا أنه في فرق بالغياب. يعني نحن كل ما قدرنا ساعدنا أن هالولاد عم يغسلوا إيديهم بالطريقة الصحيحة عم نقدر نخفف من تغيبهم عن المدرسة. فهيدا الشيء مثل دوامة، كل ما نحن عم نعزز النظافة كل ما يكون في عنا عم نعرض الولاد لأمراض أقل. هيدا الشيء بيخليهم أنه يكون في عندهم حضور أكبر بقلب المدرسة، وهيدا الشيء كمان بينعكس بيخليهم يعطوا أداء أفضل بصفوفهم، وبعد ما هن يعطوا أداء أفضل بصفوفهم عم نخليهم هن مثل عناصر مشاركة عم يرجعوا نفس الشيء عم يعززوا هالمستوى الصحي. يعني مثل دوام عم نرجع نفوت فيها، وهذا الشيء عم نعمله بطريقة صحية، وهيك على طول في أجيال وأجيال عم تربى على النمو الصحيح. رح يحكي معكم جاد عن الوضع اللي من وراء نحن زيارتنا عملناها لكذا مدرسة، رح لكم شو الأشياء اللي تبينت من وراء نحن أسسمنت عملنا، سأليكم كم سؤال. فمن وراء هود السؤالات نحن طلع عنا تقريبا هود النتائج. نحن كنا برمنا على بعض المدارس، وفي قسم منهم الاتحاد بممثل بأستاذة منى برم على المدارس. مثل ما قلنا في 14 مدرسة تم زيارتهم، نحن كروتري كمان بالتعاون مع الاتحاد. كل المدارس الرسمية كان في عندنا بعض الأسئلة بتتعلق بالمي بالصرف الصحي والنظافة. النتائج اللي بينت معنا على هالصعيد هذا، مثل ما شايفين بالأول في عنا 8 مدارس من أصل 14 عندها سيستام فلتر، وعم نقصد بسيستام فلتر أنه فلتر كامل متكامل، يعني فلتر كناية عن فلتر ترسبات وسيستام بيقتل البكتيري اللي هو أشعة ما فوق البنفسجية. فإذا 8 من أصل 14 موجود فيهم هالسيستام، 6 من أصل 8 مصدر المي تبعهم هو من مصلحة المياه أو من شركات تابعة لمصلحة المياه أو مرخصة من قبل الدولة، وهي اللي عم توصل على عيارات مي ضمن المنطقة. فبالتالي 6 منهم قلنا أنهم هذا مصدرهم، والست مطابقين للمواصفات حسب الفحوصات المخبرية المعمولة من قبلكم أو من قبل البلدية أو اللي نحن قايمين فيها ضمن المدارس اللي زرناها. واثنين من أصل الثمانية هن من أبار أرتوازية أو من حي أبار، فبالتالي كمان مبين أنه في عنا عينة واحدة من أصل الاثنين مطابقة للمواصفات. كمان
عندنا ستة اللي هن ما فيهم سيستم، ما عندهم سيستم فلتر، أربعة من أصلهم عندهم هن مصدرهم الأبار، اثنين منهم مطابقين للمواصفات، وفي عندنا اثنين من أصل الستة هن مصدرهم مصلحة المي أو مي تابع لشبكة مستقلة، اثنين منهم مواصفاتهم جيدة. بما يعني بهيدا القسم اللي مبين معنا المي اللي جاي من مصدر مصلحة المياه أو الشركة التابعة لها عم تكون المواصفات كتير منيحة وجيدة بالسيستم وبلا السيستم، فينا نقول هلا. وبالجزء الثاني هو اللي فيهن أبار عم يكون في عنا 50%، فينا نقول مطابقة 50%. لا هلا كمان نحن حنحكي بمصدر المي وكيف تنتقل البكتيريا بقصة المي، هيدي جزء لحالة هلا بنحكي فيها. بعدنا عم نحكي هلا بالنتائج طلعت عنا. على صعيد المشارب كمان نحن في ستاندرد معايير عالمية لكل شيء بيتعلق بمثلا عدد الحنفيات، عدد المشارب، هو لازم يكون في معايير معينة وهلا بنحكي فيها. فبالتالي في عنا أربعة من أربعة هودي زرناهن نحنا بمنطقة جباع وبمنطقة عين بسوار، هودي اللي قدرنا نفوت بتفاصيل الحنفيات أو بمشارب. بين عنا أربعة من أربعة العدد مطابق للمعايير العالمية، يعني جايين على المعايير. على صعيد المغاسل في عنا مدرسة من أصل أربعة عددها مطابق، يعني لازم يكون عدد المغاسل مطابق لعدد الأولاد أو لا الإدارة أو الأساتذة، كمان هالشي موجود واحد من أصل أربعة. على صعيد المراحيض، المراحيض في عنا اثنين من أصل الأربعة عندهم مراحيض عربية. المراحيض العربية إذا ما كانت مغطاية أو يعني إن كان بخشب وحيلا شيء، هذا الشيء منه كتير منيح وهذا بيجيب بكتيريا، فبالتالي لازم بأسرع وقت تتغطى بالوقت الحالي ليتلاقي لها ميزانية بالمستقبل لا تتغير وتحور ل يكونوا مراحيض من هذا الفرنجي ضروري. فبالتالي على صعيد المراحيض مثل ما قلنا اثنين من أربعة عربي، ثلاثة من أصل أربعة العدد مطابق للمعايير، وفي عنا من أصل الثلاثة وحدة عند المراحيض الكافية بس لسوء مثل بقول الحظ أنه مكفلة أو لا تستعمل، يعني موجودة هالمراحيض بس ما عم تستعمل مكفلة لأسباب أو لأخرى. على صعيد المراحيض والمغاسل على صعيد الإدارة اثنين من أصل أربعة مطابقة للمعايير والبقاوي لا، وفي عنا على صعيد النظافة اثنين من أصل 14 ما فيهم لا صابون ولا محارم ولا شيء بيتعلق بالمغاسل، يعني بقلب المغاسل منا موجودة هيدي الأشياء، وهذا الشيء كمان مثل ما نعرف منه كتير منيح. هلأ في أسباب كتيرة لهالموضوع لا مش عم يحطوها وسمعناها، إن كان بيخصوا بالتلاميذ أو الإدارة ما عندها ميزانية أو أو أو، هذا الشيء حنفوت بتفاصيله لطريقة معالجته ونشتغل عليه. فبالتالي هذا الشيء next. هلأ حنحكي عن المعايير. نحن لما عملنا الإحصاء لقدرنا قلنا إذا مطابقة ولا غير مطابقة، في معايير اشتغلنا عليها. فهلأ حنحكيكم عن هالمعايير، وهالمعايير موجودة بين إيديكم، الله راد كمان أنتوا فيها تضلها معكم وتقدروا تتابعوها لتشوفوا وتقارنوا. لكننا نحن والاتحاد عملنا برمتنا على المدارس نعمل فحوصات مي ونشوف قدي مطابقة ونشتغل على تحسينها. أول شيء على صعيد المي، نبلش بالمي، ضروري أول شيء يكون في الكمية كافية متوفرة بقلب المدرسة كافية للتلاميذ ولعدد التلاميذ، هذا من البديهيات من الأمور، تكون الكمية كافية وتكون نوعيتها منيحة، وضروري أنه هالمي المنيحة بتكون الشرب، وإذا ما كانت منيحة ما بتصلح إلا للغسيل. أوكي نكست. على صعيد المي المعايير خلينا نبلش فيها، عدد الحنفيات لا مياه الشرب، في عنا بقسم الروضات لازم يكون كل 12 تلميذ قسم روضات حنفية، لحتى هيدي الحنفية يعني حسب العدد لتأدي كمية الطلاب اللي بيطلعوا على الفرصة تقدر تلحق أو يلحقوا عدد الحنفيات على التلاميذ الطالعين. على صعيد الأولاد اللي بيصيروا فوق الروضات كل 20 تلميذ بيكون بحاجة لحنفية، وعلى صعيد الإدارة كل 10 أساتذة بيكون لهم حنفية.
اوكي نيكست. على صعيد غسل الايدين والمغاسل، هلا هون شوي رح اعطيكم اياها بطريقه مختصره. ضروري تكون المغاسل قريبه لموقع التلاميذ مش اكثر من 30 متر، يعني هيدي الماكسيموم نعتبرها، هيدي صارت تخطط يعني 30 هي الماكسيموم لظروف بتكون ضروري يكون لازم قريبه من الاداريين، قريبه من التلاميذ، قريبه من الكل، وضروري يكون متوفر مي اكيد لحتى الاولاد يستفيدوا من هالنقطه هيدي. نيكست. وضروري كمان على صعيد المغاسل تكون ارتفاعاتها تتناسب مع الاعمار، يعني العمر الصغير ليقدر يغسل اكيد لازم المغسل تكون اوطى، والعمر الاكبر لازم تكون اعلى. حتى بالمشارب كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار الارتفاع تبعت الجرن المي هو متطابق بالاعمار الاولاد ان كان روضات ولا اكبر. هلا على صعيد بعد رح احكي عن موضوع المغاسل، كمان في لها ستاندرد بالمغاسل، كل 8 اولاد لازم يطلع لهم مغسله اذا كانوا تحت يعني بقسم الروضات. بيرجع عنا الاولاد اللي بيصيروا فوق قسم الروضات يعني فوق الخمس سنين والست سنين، بيصير كل 15 تلميذ بيطلع له لازم المفروض يكون له مغسله. وعلى صعيد الاداريين كمان كذلك الامر بيكون 15 مغسله لكل استاذ. فهودي نحن لما قلنا عن المعايير طلعت معنا هيك، هي عم نقارنها بهيدي المعايير اللي طلعت معنا اذا هي مطابقه ولا غير مطابقه. نيكست. على صعيد تعزيز النظافة، هلأ بتحكيكم جسي، كان في على صعيد بس جسي ديليها لورا شوي واحدة، على صعيد المراحيض كنا ما حكينا عنهم، على صعيد المراحيض كمان مثل ما قلنا تحت الخمس سنين يعني بقسم الروضات كل 8 تلاميذ بيطلع لهم ضروري يكون عندهم مرحاض. على صعيد الأعمار الأكبر أنتم ما بتعرفوا أنه البنات بيحتاجوا للمراحيض أكثر من الشباب، فبالتالي كل 30 تلميذ مرحاض وكل 20 تلميذة كمان مرحاض. على صعيد الموظفين أو الإداريين الأساتذة كل 10 حمام وكل 15 حمام. وعلى صعيد لازم يكون في للشباب مبولي وكتير بتساعد، كل 20 تلميذ بيطلع له لازم يكون في هذا العدد يعني. فبالتالي هذا بشكل عام قصة المعايير اللي موجودة تطلع وبتنزل حسب كل مدرسة، يعني بطلعتهم على الفرصة لما يطلعوا لازم يتاخد بعين الاعتبار إذا هالمدرسة ما عندها الكميات هيدي لازم تاخد لأسباب أو لأخرى، لازم تاخد بعين الاعتبار هالشي هذا، ساعتها على الفرصة بتطلعهم بطريقة تكون تتناسب مع هذا العدد والمعايير. وهلأ بمبدأ الميل في ميل ذكور إناث بمعظم المدارس عندكم كانت موجودة فلا إشكال عليها. نيكست. ونظافة جسي بتحكي لكم عنها. جاد انه هن مثلا من الاسباب انه الصابون والكلينكس اللي منه موجودين بقلب على المغاسل، كان في بعض المدارس ذكرت لانه الاولاد عم بيلعبوا فيهم عم يعني يضطروا انه يشيلوهم لانه صارت مثل تسليه عندهم كرمال هيك قدروا يشيلوه، مش لانه المدرسه ما قدرانه ما عندها ميزانيه انها تقدر تامن هودي المواد. كرمال هيك نحن هيدا البرنامج بس نحن نعمل هيدي التوعيه ونحن نشارك هالولاد بانه يكونوا هن عنصر تغيير بقلب المدرسه، هيدا الشيء بيساعد انه ما بقى يلعبوا فيهم لهود الصابون والكلينكس لما يحسوا. هلا اكيد يمكن هن بيشوفوا مثلا انه هيدا الشيء ما بيعني لهم، يعني هيدي مثل موجوده انه لشو مثلا علبه الكلينكس لشو موجوده، ما بيحسوا انه هن معنيين بهيدا الشيء. لما نشاركهم ونصير في عنا انديه بقلب المدارس اللي خاصة هي انديه صحيه، يعني هي مكونه من قلب هود التلاميذ، بيصيروا حسوا بعضهم انه على الاشياء اللي لازم هن يعملوها. لما نشجع هيدي المبادره بقلب المدرسه هيدا الشيء عم نساهم، اكيد ما رح تصير من اول يوم بضمن لكم اياها بس مع الوقت رح تصير مثل هن كانه هن صار عندهم سلوك لالهم بقلب هيدي المدرسه، وباكيد رح يحافظوا على كل هودي الاغراض.
ما رح نجي. او شغله ثانيه كمان، كل ما نحن حطينا واللي لاحظناها انه ما في بوسترات او لافتات بقلب الحمامات او بقلب المدرسه بتذكر بهود الاشياء. في خطوات اساسيه لحتى غسيل الايدين تكون بالطريقه الصحيحه، مش فتنا غسلنا ايدينا مثل ما نحن معودين. في 6 خطوات اساسيه بيمرق بفيديو كمان رح نعلمهم اياها للاولاد. بس تكون هود البوسترات موجودين هالولد عم يضلوا يتذكرون، ما رح يكون يمكن نحن اعطيناه هذه المعلومه مره يمكن نساها، فكرمل هيك هود اللفتات بضل تذكرون، يعني كيف ما فات على التواليت وطلع رح يضل عم يتذكرون لهود اللفتات. هلا نحن رح نعطيكم بوسترات باخر هذا اللقاء رح تقدروا تحطون بمدارسكم. وكمان انتبهت لشغله انه كل سنه لانه المدرسه عم ترجع مثلا تعمل صيانه او طارش عم ترجع تشيل كل هالبوسترات، ما عم تقدر تستفيد منهم لتكملهم لتاني سنه. فهذا الشيء كمان رح ناخده بعين الاعتبار حتى يضل في يمكن مع وزاره التربيه انه يمكن تضل هالبوسترات موجوده او انتم تقدروا تحافظوا عليها في حال ما قدرتوا تحصلوا على بوسترات تانيين. اوكي. كمان شغلة تانية التوعية اللي هي نحن قلناها عن الاف دياجرام، اللي هي كيف طرق انتقال العدوى عن طريق اف. هي 5 اشياء بتبلش الكلمة بحرف الاف لحتى يضلوا حافظينها الولاد باللغة الانجليزية. جد نكس بليز. بعد. اوكي. هيدا هو الاف دياجرام اللي نحن عم نحكي عنه، اللي هو منقول فيه مثلا اذا نحن ما كنا اللي ذكروا جاد كرمال الحمامات العربيه اللي لازم هي مثلا تتغطى، في حال الاولاد ما تامن مثلا نحن عم كنا ببريه او عم ناخذ هيدا الشيء برات المدرسه، اذا نحن كنا مثلا ببريه ما كان في تواليت، لازم نوعي الاولاد انه نحن في حال اضطرينا بدنا نقضي الحاجه ما لازم نحن نعملها بالهواء الطلق ونتركها هيك، لانه من وراء اذا تركناها رح تجي للدبان عليها، الدبان رح ينتقل للاكل اللي منه مغطى، رح ينتقل للاكل، الاكل وين عم يوصل؟ لعنا نحن. ثاني شيء اذا نحن ما غسلنا ايدينا من بعد ما نفوت على التواليت، هالايدين هي لقطت الجراثيم، نحن جينا عم ناكل لقطنا نفس الامراض. ثالث شيء اللي هي كرمال المي، اذا كمان المي ما كانت نظيفه واللي رح يحكي عنها جاد عن المصدر المي، لازم نتاكد من مصدر المي اللي نحن عم يقدر يوصل لعنا على قلب المدرسه واللي هو رح ينذكر فيه الووتر تيست، ونتاكد من مصدر المي، اذا ما كنا عارفين مصدر المي اللي عم نشربها كمان نحن رح نوصلنا. فهيدا الشيء اللي لازم نحن نوعيهم على الحواجز، يعني اذا مثلا نحن وقفنا هيدا الشيء لهون ما بقى رح يوصل كل هود الاشياء الامراض لعنا، يعني كل حاجز بمحله، اذا نحن غطينا الاكل كمان ما رح نوصل الامراض لعنا، اذا نحن غسلنا ايدينا بالطريقه المضبوطه كمان ما رح يوصل الامراض لعنا. فكل هود الاشياء هن العناصر الاساسيه لحتى تقدر نحافظ على صحتنا. شغلة هي تاني بس أخيرة كرمال مثلا لنحنا هود من الإكزامبلات اللي نقدر نطبقهم بقلب المدرسة لحتى نخلي الولد هو مثلا نساعده لحتى يطبق هيدا الشيء. مثلا فينا نعمل كل جمعة كل أسبوع نعطي مثلا جايزة أو نحط له صورته للولد مثلا على تابلو دافيشاج بقلب الملعب، إنه هيدا الشخص ما يمكن شفناه مثلا راقبناه طبق مثلا استعمل كلينكس، هلا منقلكم شو هن الأشياء الأساسية، غسل إيديه بالطريقة المضبوطة، يعني كان مثل مثل منيح للأطفال. هيدا الشيء هالمبادرة بتخلي الأولاد تتحمس منها لحالة لحتى إنه تكون أنا شوفوا صورتي مثلا أنا من الأشخاص المثاليين اللي عم طبق هيدا الشيء، فهيدا بتصير مثل عدوى بين الأولاد لحتى يطبقوا هيدا الأشياء. هيدا مثلا إكزامبل كتير صغير نقدر يتطبق بقلب المدارس من دون عم نعطيكم الأشياء اللي ما ضروري يكون في عندكم أشياء مادية لحتى تقدروا تطبقوا بقوة بقلب المدرسة. أنا حأستغني هلأ على الميكروفونين. نحن هلأ مثل ما قلت لكم جيسي في موضوع يعني شق المي، شق المي واللي هو مصدر المي. مثل ما قلنا نحن بالإشي اللي بينت معنا عن تطابق المواصفات ولا هي مرتبطة بآبار ولا من مياه جاي من مصدر شبكة مي إن كان تابعة للدولة أو تحت إدارة رسمية.
فبالتالي هلا احكيكم عن موضوع المي. فنعتبر نحن رح بلش انا بالجزء بيتعلق بالابار الارتوازيه او الابار العاديه. نحن كروتري ما بنركب مدرسه، ما بنركب ابدا مدرسه تعتمد البير مصدر لمياه الشفه. نعتبر بير اذا في حال كان تحت اداره رسميه، بلديه، اتحاد بلديات، مصلحه مي. هذا الجزء لانه نعتبر في كنترول عليه، ولمن من الاساس اتخذ هذا الشيء، هذا اتخذ بتطابق مواصفات. بالمي في عنا قسمين بينقام تحليل لهم، هو القسم البيولوجي والقسم بتعلق بتركيبة المي، يعني من الكالسيوم، من الحديد. هودي الاشياء عادة لما يكون مصدر المي تحت ادارة رسمية او في متابعة عليه، بيكون من مصدره من اساسه هيدي النوعية هي مطابقة، لانه هي ضمن المعدلات اللي مفروض تكون موجودة. بينما البكتيريا، هي البكتيريا بتيجي تلقائيا، كل ما كانت مسافة او موقع المدرسة او هالمكان هذا بعيد عن المصدر الماء الرئيسي وجاي عن طريق امدادات، هيدا بده ياخد او بده يلقط انواع بكتيريا مختلفة مرتبطة بنوعية الشبكة اللي عم تجي. بينما البير مختلف الخبرية. لنعتبر عنا بير، هذا البير للمدرسة من المدارس الموجودة عندكم. أول ريسك موجود فيه هو إذا في حال في عنا بيوت موجودة حوالين هذا البير، وهيدي البيوت تستعمل جوا صحية، قد ما يكون غمقه للبير حتى لو كان من عم ينعمل ارتوازي وعم يوصل للمئة متر، بس هذا مع الوقت المي كيف تنزل او الترسبات كيف تنزل، تنزل بطريقة درج، يعني بقول مش حده بعيد عنه، ما هو ليوصل للمصدر بيكون هالمي او هالترسبات نزلت تدريجيا وعملت هالتلوث. وهالتلوث ولا سيستم الا سيستم بيقولوا له ار او، اللي هو بكسر المعادن. فهذا حتى لو ركبنا ار او رح يلا مدرسه بتعتمد هذا الشيء، هذا بكون نحن عم ندور لحتى شيل المي، شيل البكتيريا من المي، بنقوم نحن بنكسر المعادن، بتصير نحن ما عملنا شيء. فالاضبط كل المدارس اللي عندها ابار تستعمل اباره للغسيل، بتشيل الريسك عن الغسيل، بتحط في شيء اسمه سيترنات ولا كلور بقلب المي بخزاناته. هذا شيء اذا كان في بكتيريا تقضي عليها، بس ما بنستعملها لمياه الشرب. فبالتالي ضروري نستعمل اللي هو مصلحه المي بتكون بعيارات موجوده، والمدارس اللي ما عندها مش وصل لها عيارات مي، بعتقد هذا سبب وهي حلقه موجودين فيها لحتى ندور على النقطه. يمكن اكيد على صعيد الاتحاد بيكون له دور لمساعده هالمدرسه تامين هالمي وتوصل من مياه هالمصدر اللي هو دولي ولا غير. هلا انا رح شوي لكم على صعيد فحص المي. هلا انتم على صعيد وزاره التربيه، بغض النظر عن كل مدرسه قديش هي بتتحمس لتعمل فحص مي، مطلوب منكم انه تعملوا فحص مي دوري كل 6 اشهر، كل 3 اشهر، لهن كل 3 اشهر. وكمان عم تطلب منكم انه انتم تنتبهوا وتغسوا خزاناتكم. فانا بس بدي مرق فكره اللي هي تغطيه الخزان، هي شغله كثير اساسيه من الاشياء، مثل كيف عم نغطي الاكل، الخزان لازم يتغطى لحتى ما يتعرض لاشعه الشمس، لانه ركود الماء مع اشعه الشمس بتجيب بكتيريا. فبالتالي ضروري نعمل فحص الماء، وفحص الماء اذا عملناه بطريقه غلط بيطلع الماء كمان غير مطابقه. فبالتالي اول شيء رح انصحكم شو انتم تستعملوا، بقول لكم جيبوا قنينه، بعتقد هذا اللي عم ينحكى او اللي بقول لكم اياه، قنينه تكون مسكره مختومه، من حيلا نوع من القنين الماء اللي هي مختومه مياه شرب الصحه او غيره وغيراتها. اللي بتعملوا في شيء قنينه ماء هون ولا لا مسكره؟ فبالتالي شو بينعمل، تنفتح بلحظتها، ما تكون مفتوحه قبل، وبتنكب وبنروح باتجاه الحنفيه نعبيها. اوكي، بمعنى انه هيدي القنينه لازم تكون مختومه، مش مفروض انه معبيين وشربانين فيها لانه يكون ناقله بكتيريا عامله اشياء، لا. فبالتالي نحن المفروض تكون
مختومة كليا، أو نستعمل هودي العلب موجودين بقلب الصيدليات تكون هي معقمة ومسكرة. يعني عنا هيدي يا هيدي يا هيدي، واثنيناتهم بيودوا للنتيجة المضبوطة. مدخن عندكم هون بقلب القاع، حدا مدخن معه إتاحة؟ كمان لما انتوا بكون تاخذوا عينة مي بالأول، المدارس اللي بتعتمد عندها سيستم فلتر بدها تاخذوا من المشرب، لأنه لحتى تشوف أنه هي وصول المي اللي عم تشربها التمييز هي من بعد الفلتر. والمدارس اللي ما عندها فلتر المفروض تاخذ فحص مي للمشرب وفحص مي لمصدر المياه. ليه؟ لأنه مصدر المياه هو الأساس. إذا طلع على مصدر المي منيح من أساسه قبل ما يفوت على الخزان وينزل على الشبكة، يعني هون بتطلع أول نقطة إيجابية إنه المي منيحة، وإذا أخذتها ما بعد الخزان وبعد هذا طلعت مش منيحة ببين وين المعنى العطل، يعني ببين الإشكالية هي الخزان والشبكة. فبالضرورة لما ينطلب منكم خذوا هالعينتين دون ما تطلب منكم على صعيد يعني وزارة التربية، لحتى أنتم تعرفوا وين الإشكال عندكم ليتضوا عليه. هلا أنا رح طمنكم بهالنقطة، إن الله راد نحن ابتداء من جمعة الجاي أنا وجسي وأستاذ منى حنمروا مع كل المدارس اللي نحن بعد ما زرناها، حنعمل فحوصات مي لكل المدارس، وبموجب النتيجة نحكي بالخطوات القادمة. هاي الفحوصات كانت قديمة من قبلكم حسب المعلومات اللي أخذناها، فحنرجع نعمل فحوصات جديدة وعلى أساسها يكون في عنا التقييم. فبالتالي على صعيد الحنفية، هاي الحنفية أول شيء كمان بدنا تكون الحنفية موجودة، شو بنعمل؟ نكبسها لفترة أو بنفتحها لفترة على أي دقيقة، لأنه أوقات بتكون مش مستعملة هالماي وباقي بالأساطر، إن كان في سيستم ولا ما في سيستم، إن كان فلتر ولا ما في فلتر. ليه؟ لأنه كمان إذا الفلتر موجود بموقع معين وكان صار المدرسة مش فاتحة على يومين، بقي ماي ما بين الفلتر وما بين المشرب، فهيدي ركود المي على فترة يومين بتجيب له بكتيريا. مش معناتها ميتكم مش منيحة، معناتها هالمسافة هون وقف المي على يومين، أوقات بتكون بعد الصيفية بتكون على أشهر، فبالتالي هيدي المي بتكون أكيد فيها بكتيريا. فبالتالي ضروري نحن نفتح لدقيقة حسب، يعني هيك بكون نحن شلنا ريسك المسافة الموجودة ضمن الأساطير، وبتركب من بعدها بنسكر وبنجيب سبيرتو وبنعملها حول يعني اسفل مثل ما بيقولوا المشرب، يعني بنخليها لحتى من بعدها بنفتح مثل ما بيقولوا او بكون فتحينها بنعبي، ان كان هذا او ان كان القنينه. وضروري اذا كانت المطرح اللي عم نوديه له المختبر بعيد ضروري نحطه بثلج او ببراد، لانه كمان الحراره يمكن هلا بالشتويه يمكن الشوفاج بقلب السياره ندفي صغيره حراره كمان تعمل هالاشكاليه، فهودي لازم ناخذهم بعين الاعتبار لحتى يساعدونا لنوصل العينه بالطريقه المضبوطه وبالوقت المناسب. ما لازم تتخطى النهار، ما لازم تتخطى ال 24 ساعة والا ما لها قيمة بالتكامل. اوكي؟ لأنه إذا فيها جراثيم تتكاثر، يعني في جراثيم تقطع. كل شيء جراثيم تجي أو بكتيريا أو جراثيم تجي عن طريق الأساطير، تجي من وراء الصدى، نوعية الأساطير إلى آخره، هي بكتيريا تعالج باليو في أو بالأشعة النفق والبنفسجية. بس كل شيء بيتعلق بيجي عن طريق المجارير بيعمل سلمونيلا، بيعمل أشياء منا كثير مناسبة وأكيد ما في شيء بيعالجها. من ضمن الفحوصات ما عادش بنروح على فحص مثل بيقولوا جرثومي كيميكال وبيولوجيك، بنروح على البيولوجيك لحاله، يعني بنروح على الشيء اللي بيعني البكتيريا. ما عادش بنروح إذا كان عندنا ميتنا هي تابعة للدولة أو تابعة لمصدر من الدولة، ما عادش بنروح على هذا المصدر هذا، ما عادش بنروح على هذا الفحص، بنروح على فحص اللي هو بي اش، نسأل عن بي اش المي وبنسأل عن تدقيس المي وبنسأل عن البكتيريا، كل أنواع البكتيريا اللي هي بتجي عن طريق المي. هذا الشيء
كل شيء من بين البكتيريا ما في بكتيريا او بكتيريا محلوله هي الموضوع بتضل المي صالحه للشرب. بس تدخل عليها هيدي الاشياء اللي هي البكتيريا على انواع مختلفه ساعتها بنقول نحن او بيطلع النتيجه منا منيحه. فلحتى انتوا بهالشيء كمان بيساعدكم الكيميكال بكلف اكثر من الـ يعني الـ التركيبه بفوتوا فيها كمان هي من باب التوفير. حرام فوق نفوت فيها نعتمد على مي للشرب هي دائما على لمصالح المي او لادارات رسميه. هي بيكون اول جزء حليناه بنفوت ساعتها تبدا يعني تبدا تنشر على النقطه. البي اش هو لازم يكون 6.5 ل 8.5 وهو بيحدد الاسيد وبيحدد كمان قد ايه المي عم ممكن تفبر البكتيريا يعني يكون هو عاطي التحليل المسبق للامور. كل شيء هو ضمن هذا المجال المي حتكون صالحه للشرب. عندنا تي دي اس هو ممنوع يتخطى ال 500 تي دي اس بتصير الملوحات وهذا الشيء ما بيصير الا اكثر شيء اذا كان مصدر المي طبقاته واطي او قريبه من السواحل هونيك بتصير التي دي اس عالي وبتكون المي غير صالحه للشرب بغض النظر عن البكتيريا. المي بتكون ما ممكن فيك تشربها يعني بالاخص هودي الابار اللي عم تنزل تحت 300 متر هودي من الابار دائما لازم يحسبها هودي الاشياء لحتى تاخذ بعين الاعتبار اكثر شيء التي دي اس. اوكي هذا على صعيد الفحص اذا حدا بيحب يسال سؤال بهالموضوع حتى حدا حابب يسال سؤال تفضل. نحن عم نعالج مشكلة المي داخل الجسم. داخل صح. يعني مصادر المي قبل ما توصل على الجسم عم تيجي على البيوت كمان. صحيح. إذا تعالجت هون وما تعالجت بالمحل الثاني. نو. أنا فهمت عليك إنه هذا مصدر المي. معالجتها في البيت يعني بوصل. أول يوم بتلاقي المياه عم تنبيع بالسكر مي قبل دقيقتين. عملية حفظة. بعيدة عن الحرارة أو الشمس أو إلى آخره. نحن بنكون عم نحل شغله جزئيه وليس جزئيه حاله كامله على صعيد المجتمع. المدرسه هي جزء من المجتمع. لا ما بقول بنكون حلينا شيء جزئي. والتلاميذ هن ضمن المدرسه. بس ما هول بعد بيروحوا على محل وهن حيروحوا هدول المجتمع. بيشربوا من محل مصدر ثاني. اوكي. مش نفس السياده الموجوده هون او الموجوده هون. ممكن صحيح. هون بكون بدنا نحن اذا فينا نوصل حل لمشكله عامة. المشكلة العامة هي هيك بتطلب اللي عم شايفين على مصادر المياه. يعني انا مثلا اعطيك مثل صغير انا انبسطت انه ضمن هالورشة العمل في شخص عم يعبي كان عم يعبي اسمه فكرته مدير مدرسة واللي هو ف بوجوده هون قلت له انه حضرتك موجود بعيدني بلدية كونه انا على صعيد شبكة والى اخره، انا انبسطت بهالنقطة لأنه نحن ما طلبنا ما قلنا لرئيس الاتحاد أو الاتحاد إنه نحن كنا عم نحكي عن المشكلة الصحية، فهي مشكلة عامة، كل منطقة هي مسؤولية الدولة، بس لما يكون في وعي ضمن هالمجتمع، ضمن الرسميين بهالمجتمع إنه نحلها، معناتها إنه في نقطة لازم ننتبه لها، مصدر مي هو رئيسي، إذا كان مصدر مي منيح جزئيا شبكة ما لنا كثير منيحة بتيجي انت بتحط سيستم يو في نحل المسألة كونه السيستمات هلا نحكي عنهم نحل المسألة. الترسبات ما هي مشكلة الترسبات بتجيب لك فيك ترسبات كمان بتنحل المشكلة بس الأهم الواحد بمجرد ما حضرتك عرفت الموضوع معناتها حتنحل المسألة. انت حليته ببيتك وبمدرستك غطيت اسم معين وهالتوعية بتكبر لتوصل لكل المجتمع على قد ما بنقدر. صحيح. في سؤال ثاني؟ لفتني نظري بشغله هلا انت قلت بس كل يومين على المي بصير في بكتيريا. طبيعي. يعني احنا المفروض لك كل نهار تنام نطلب من عمال اول نهار يفتح المي. صحيح. هذا الشيء مضبوط صح؟ اذا حاول هي النقطه سجلها وخلاص. هول الميات الموجودين في الوسطى او قبل الحنفيه فتحت نزلوا. طيب هول موجودين قبل الفلتر بالخزان. هو دي خيمه على الفلتر هلا حرجع احكي انا بالفلتر لحاله بجوب على كل الاجوبه هيدي الشغله. اوكي هلا بحكيها بدنا ضمن السيستم بنحكي عن العمليه كلها سوا بس هلا نحن انا عم بحكي عن التست تعمل فحص مي ضروري هالنقاط هيدي ما دام هون استنتج استنتاج مضبوط
وهو اكيد هذا لازم نستعمله. وهذا اذا فكر سليم لحتى انه عن جد نشتغل احسن. ليش نعرف بالنسبه للمبادئ المدرسيه ومواصفات الحقيقه في العدد معين صح او حمام او زي ما حكيت المبادئ اللي احنا عم نفترها موجوده مثل صحيح يعني سواء مطابقه للمواصفات او غير مطابقه. اذا مطابقه يكتر خير، اذا مش مطابقه عمليه تعديل للمبادئ هذه كمان كرمال هذا احنا عم ندور عليها اشكاليه يعني مش عم ندور عليها بالاتفاقيه ما بين وبين الاتحاد يمكن يكون في خطوات لحل هالامور هيدي، هذا الشيء مرتبطه على صعيد عام، بس نحن علينا نضوي على النقاط حتى الى حل. من هيك قلت انا بالفرصه عندك انت 600 ولد وعدد الحنفيات ما بيأدوا الا 300، المفروض انت تقسمهم بين 300 ب 300، ساعتها بتكون انت عم تحل عندك امر واقع عم تتدخل بهالطريقه هيدا. وهذا الفكر السليم مثل ما كنا عم نحكي انه فضل المهم انا بدي حل فضل الخزانات عصفور. صح. الخزانات مصدر الماء اللي بتجي على البوتاجاز. صحيح. أهمية تنظيف الخزان اللي هو. مرة بس. نظف الخزان. وتاني يوم تجي الماء من البير فيها بحر وفيها بحر. نحن قلنا احنا نستغني عن موضوع البير. لا البير بغسل ضايع كلها. ما تضحك. بير ضايع. ما في مشكلة. طب الخزان اللي على السطح ما مدى أهمية تنظيفه لأنه المرشد الصحي كل ما إجا بيقول لي نظف الخزان. أوكي. شلت الخزانات كلها القديمة. أنا حريحك من هالنقطة. نحن كلوكال بالاتفاق مع الاتحاد حنعمل كل المدارس اللي مانا معمولة، وبالتالي حيركب خزانات اللي عنده خزان، واللي عنده خزان ومطابق ومنيح وجيد للمصدر حنحط له فلتر قبل، بس لا يمنع انه انتم تنظفوه على القليلة مرة بالسنة. هي دليل انه هلا في رمل وبتجدوا كيف الاخرين حنعمل احتياط احتياطين، بس هي مش موضوع بس انه موضوع بس عندي على صعيد الفلتر بس وبيكفي، لانه في عندي اشياء مثل تقطع بالماء ضروري انت من سنه لسنه وقفت بقي الفتره وانا عم اقول هلا بالقصر وفضيناه ونظفناه بالقصر وفضلنا الماء، الخزان اللي هو تعرض للشمس لفتره شهرين وثلاثه مش محرك الماء فيه لا انضافت ولا راحت، فبالتالي ضروري ممنوع عندنا اسباب ما بتتركها من الخزانات الغامقه بس الصيفيه ما بتتركها؟ عندنا اسباب ما عم بسحبوا شيء مش هذا شيء شيء منيح من نقبلكم، بعد في شيء سؤال؟ طيب اوكي. انا حمل نحن هلا محلي عم نجرب قد ما فينا نسرع. في شغله تفضل. انا حكيت عن موضوع النظافه بس نحن بالمدارس المدراء كثير بيعرفوا انه نحن العمال النظافه هن مش كافيين. يعني هاي النقطة أنتم مش يعني ما بعرف سدوات ولا يعني أنا لما بكون عندي عامل أو اثنين بس 100 تلميذ هاي حد ذاتها مش صحيح وبحكي صح أنا ماني مهتم بس أنا بشوف بس 600 تلميذ يعني صندوق في كثير مصاصة الخمس غرف بدي عامل نظافة يعني خمس غرف تلميذ خلينا أسرع نوزع خلينا شدد عليه كرمال عمليات التنظيف انه هن بعد كل فرصه يتنظفوا الحمام. نحن هذا الاكثر القسم الاساسي بعد الفرصه، يعني على كل فرصه لازم انه من بعدها يتنظفوا حتى الفرصه الثانيه الاولاد اللي بدها تيجي يكون كل شيء جاهز لهم. ما عم نفوت بنظافه المدرسه كلها وبعدين شغله ثانيه. صح هلا هيدا عم نحكي الشيء الايديال، يعني اذا بيطبق هيدا الشيء صح هو هيدا المينيموم، بس نحن عم نحكي انه على القليله يعني للاشخاص اللي ما عندهم عمليات تنظيف بعدد كثير كبير. صح نحن يعني في المينيموم اذا نحن عم نقدر نطبقه ايه زرناكم كمان صح لا شفناهم صح
كرمال هيك يعني هيدا الشيء عم نعطيكم الاشياء الحلول، يعني ما ضروري مثلا اذا ما رحيد ما تامنت بالميزانيه مثلا احنا نقدر نعمل كاشياء مثلا هول الاشياء البديهيه. هلا بس نشارك الاطفال بقلب هود مع هالاشياء، الاطفال عم يساعدوكم، يعني مثلا الاطفال عم بتحسون انه ممنوع يكبوا زباله بالارض، عم بتخففوا نص الشغل عمليه التنظيف، هيدا اول شغله. ثاني شيء يعني عم بخففوا من الوقت، يعني بس لما هن الاولاد عم بيحافظوا على ما يكبوا الزباله، عم بيحافظوا على الصابون، عم بيحافظوا على الكلينكس عم يكبوها بالمحل المضبوط، يعني عم يقدروا يعملوا الاشياء الاساسيه بقلب المدارس، الاشياء البدائيه يعني اللي مينيموم عم يقدروا يطبقوه بقلب المدرسه، هذا الشيء بيساعدكم اكثر. اذا انتم مثلا جيتوا هالولاد مش فرقانه معهم اكيد رح تعانوا من هذا الشيء، بس لما تشاركون وهذا دور الاساسي للمرشد الصحيه، يعني مثلا كمان فيكم تطبقوا بشيء، هلا كمان رح نعطيكم اياهم بعد البريك، بساعات الرسم، بساعات الرسم اللي في يمكن كل المدارس عندهم ساعات رسم بقلب الصفوف. هل ساعه الرسم بدها تكون عن شيء موضوع يمكن معين، تكون عن النظافة، تكون عن شيء، يعني مثلاً يمكن الرسم ترسموا على الحيطان، في بعض المدارس ضمناهم رسمين أشياء كتير حلوة على الحيطان، بدل ما تكون هالرسمة لمنظر طبيعي أو شيء فيها تكون مساجد صحية عم تنرسم بهذه الطريقة اللي تضلها ما لها موجودة البوسترات، بس هيدا عم تضلها على طول عندهم، يعني هذا الشيء لأنه عندكم مواهب حلوة، يعني شفتوا انتبهت لها بكذا مدرسة في مواهب كتير حلوة عم يعني في عندكم أنتوا أفكار بقلب مدرستكم انتوا عم تعطونا اياها، يعني نحن مش بس احنا عم نعطيكم اياها، انتوا كمان من وراء زيارتنا اكتسبناها منكم. ف هلا رح نتطرق من بعد هيدا بعد هيدا الاستراحه رح نعطيكم كيف المرشد الصحي او المساجات الاساسيه اللي لازم تعطيها بقلب الصفوف. هلا احنا ما ضروري يمكن نفوت مثلا كتوعي نعمل لهم محاضره وخلص وخلصت، نحن مش هيدا هو الاساس. فينا نحن كمان دارنا من بعد هيدا الورشة عمل إذا بتحبوا أنتم مثلا كمدرسة نقدر نحن إجي أنا لعندكم مثلا تحددوا لي هيدا الصف والوقت مثلا أقدر أعطيكم كمثل أول مرة محاضرة لهيدا الصف وأنتم بتكملوا فيها لباقي الصفوف نحن جلسين. أوكي؟